لغة التواصل الإلكتروني تدخل بقوة على الخط بين التلميذ وولي أمره. موقع إلكتروني يضمن للآباء متابعة المسار الدراسي لأبنائهم. الموقع هو الأول من نوعه في ثانوية شوقي في مدينة الدار البيضاء. نادية أحت وعبد الصمد. تستطيع السيدة سوريا متابعة التحصيل العلمي لابنها الذي يتابع دراسته بثانوية شوقي. نقرة واحدة على الحاسوب تخول لها معرفة ما تود دون ما الحاجة للتنقل من وإلى المؤسسة التعليمية. خدمة جديدة للآباء يوفرها الموقع الإلكتروني ثانوية شوقي. هذا الموقع سهل علينا المأمورية أننا نديبلاصاو حتى الليسي عند الأساتذة باش نساينوهم، بعدا يكون عندهم وقت باش نسولوهم على ولادنا ويعطونا النقاط ونسولوهم على سلوكهم. موقع ثانوية شوقي مبادرة تلاميذة المؤسسة يوفر مثلا الحصول على الشواهد المدرسية، الاطلاع على النقط، معرفة تاريخ المؤسسة، بالإضافة إلى خدمات أخرى تتوفر على مواقع البحث والتواصل الاجتماعي. حاولنا الموقع باش يكون سهل في التحكم وأون كومباتيبل مع لي تابلات ولي بيسي وحتى لي تيليفون، حيت افتتحنا التطبيق الرسمي ديال الموقع فبالنسبة للهواتف النقالة باش التلاميذ واخا يكون في مؤسسة كيوصلوا للجديد. مع التلامذ غير يدخلوا لو سيت ويحاولوا ينخرطوا وغيلقاو كاع داكشي اللي بغاو. الدخول للموقع التربوي ثانوية شوقي في متناول تلامذة المؤسسة آنيا في انتظار أن تشهد باقي المؤسسات التعليمية مثل هذه المبادرة للمساهمة في تحديث المنظومة التربوية ببلادنا.